الماضية ورقة يبدو هي رابحة بالنسبة للمدرب النيبالي عبد الله الشلاح في يزج في أساسية بعدما كان احتياطي في المرة الماضية مع سين تايبي وبالتالي نتمنى لك كل التوفيق يعني للمرة الأولى الكويتيين مع النيبال في هذه المباراة لأن ولدهم موجود في قائمة الطاقم الفني وعلى رأس الطاقم الفني هو موجود عبد الله الشلاحي كل التوفيق وأمنيات لا النجاح والاستمرار تكون هذه المحطة الأولى وبعد ذلك تأتي العروض إن شاء الله إذا حقق نجاحات مع المنتخب النيبالي بالأدوات المتواضعة بالنتائج التي نشوفها الآن فأعتقد هي جيدة إلى حد ما ونتمنى لك كل التوفيق شيء جيد هذه خبرات هذه ممكن في من يوم الأيام إحنا نستفيد منها هكذا الاحتكاك مع العالم الآخر مع الآخرين تعطيك خبرة أكثر عندما يستدعى في تشكيلة يستدعى في بطريقة ما إلى القيادة المدرب القيادة الفنية في منتخبنا الوطني ممكن ذلك بعد مضي فترة من المحاولات واكساب الخبرات في القارة الآسيوية كرة ملعب الآن وتسديدة ولكن أبعدت على طول تكتل دفاعي هكذا يلعب هو المنتخب النيبالي أمام الأردنيين بإمكانياته بمحاولاته وكرة ملعب الآن في الأمام محاولة لعمل كرة مرتدة ولكن يبدو فيها خطأ هم عارفين الأردنيين هم يخشون الارتداد السريع اللي يمتاز ربما فيه المنتخب النيبالي وبالتالي هنا تدخل قوي من جانب المنتخب الأردني ولاعب منتخب الأردن في اللعبة الماضية حسان حداد وبالتالي خطأ وكرة اللعبة الآن مقطوعة في الجهة اليسرى محمد الدميري وكرة لعبت مرة أخرى لمصلحة منتخب الأردني يعني هم يلعبون 4-3-3 بس أنا شايف بدأ يعتمد على ثلاثة في الخلف وبالتالي الكل في حالة هجوم هو المنتخب الأردني يحاول أن يأتي بخطورة لكن 11 دقيقة أنا شايف أن كيران كومار حارس مرمى منتخب نيبالي مرتاح تماما أحيانا في فرق تحتاج إلى فرق تعادلها القوة لتخرج كل إمكانياتها وبالتالي هكذا ممكن أن يحصل مع المنتخب الأردني لأن لا يرى بمنتخب النيبالي فريق يضاهيه فبالتالي لا يخرج كل إمكانياته لكن هذه معضلة لابد أن يحلها المدرب لأن لابد أن تحصل النتائج الإيجابية وبأريحية من هؤلاء من هذه الفرق حتى تدخل في المباريات اللي للصعبة بأريحية أكثر وكرة ملعوبة الآن محاولة موجودة أردنية تستمر استحواذ أردني لكن أهداف لم تأتي من المنتخب الأردني ومحاولة وتدخل لكن برافو روحت شاند في الكرة الماضية وبالتالي يبعد على طول كرة اللعبة إلى جهة اليمين أردن بيحاول بالكرات العرضية بينوع لعباته وفيصل وكرة داخل منطقة ومحاولة وعلوان بيحاول فيها في الكرة الماضية علي علوان وكرة عادت مرة أخرى لمصلحة محمد دميري ولكن فيها خطأ لمحمد دميري خطأ على اللاعب النيبالي جامبيستا وبالتالي خطأ لمصلحة منتخب الأردني هذه العاقة الظهير الأيسر محمد دميري بالنسبة للمنتخب الأردني في الكرة الماضية الكرة الثابتة الآن تبقى في منتصف الملعب بالنسبة للمنتخب الأردني في الدقائق الأولى من زمن شوط المباراة الأول نقترب مشاهدينا الأعزاء متابعينا عبر كويت الرياضية لأحداث هذا اللقاء وأحداث أيضا هذه التصفيات المباريات المتبقية في استضافة لهذه المباريات بسبب جائحة كورونا تم الاستعانة بالكويت في استضافته لهذه البطولة وكل المباريات على استاد جابر الجولي وكرة ثابتة وصلت ثابتة بيد حارس المرمى كيران كومار إذا استمر كيران كومار يستلم الكرات العالية بهذه الأريحية فلن يقترب المنتخب الأردني من أول أهدافه لابد أن يكون هناك هجوم ولا يكون هناك شدة وهناك رغبة وهناك شراسة نحو الهدف حتى تبلغ المراد أو يبلغ المنتخب الأردني المراد في محاولاته كرة اللعب
الفريق الذي لقبه اللي دائما الفريق النشامة كيف أدائهم راح يكون في قادم الدقائق أمام المنتخب النيبالي، وأيضا في مواجهة المنتخب الكويت، لأن مبارياتهم القادمة ليست بالسهلة. تكلم عن منتخب الكويت وهو المستضيف لهذه هذا التجمع، وبالتالي عنده خبرته الكبيرة في 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 المواجهات مع المنتخب الأردني، وإن كان الأداء المتواضع أمام المنتخب الإسترالي، لكن قد يستعيد ذاكرة الفوز، قد يستعيد ذاكرة التألق أمام المنتخب الأردني. هذه يستمدها من تاريخ الكروي الممتد لسنوات في منافسات الآسيوية. كرة ملعوبة الآن فيصل بيلعب جهة اليمين، البحث عن كرات عرضية وبحث عن خطورة على المرمى، وهذه كرات من عرضية لكن لا تصل أماكن خطرة، لا تصل لفيصل أيضا يزن النعمات علي علوان، لحد الآن ما في خطورة لخط الأمامي بالنسبة للمنتخب الأردني. كرة في نص الملعب، يحاول يسدد، أوه حلوة، اختار إنه يسدد على المرمى بشكل مباشر. كومار برافو، كيران كومار يتلقى تسديدة قوية بشكل مباشر بلا ترجع وتردد من اللاعب بالقدم اليسرى. حقيقة لاعب المنتخب الأردني بالقدم اليسرى بيسدد بشكل قوي حقيقة، اللاعب علي علوان في اللعبة الماضية، وبالتالي أو أعتقد هو صاحب القدم اليسرى موسى سليمان النعمري هو الذي سدد الكرة الأخيرة، وبعدها وكرة لعبت ومحاولة داخل المنطقة ولكن أبعدت وعادت مرة أخرى لمصنع المنتخب الأردني. عرضية والرأسية يبحثون عن كرة، وبالتالي إلى مع علوان، وبالتالي لازلت الكرة والتصدي، مرة أخرى بيلعبها على طول والرأسية جت اليمين لكن أبعدت إلى خارج الملعب. ضغط أردني الآن متواصل بعد الكرة، بعد التسديدة، بعد المباغتة على مرمى المنتخب النيبالي، وأبعدها بشكل رائع من جانب كيران كومار حارس مرمى نيبال، وكرة ومحاولة ولكن الابعاد، وعادت الكرة الآن النيباليين حاولون، سلاحهم الوحيد هو الكونتر اتاك، الكرة المرتدة السريع، لكن هذه تحتاج أيضا إلى مهارة، لكن يبدو الأردنيين أحكموا محاولاتهم وسكروا على النيباليين كل المنافذ الكرات المرتدة، وبالتالي الكرة مقطوعة الآن عادت في الجل يسرى لمصلحة محمد الدميري، وكرة لعبت على طول في جل يسرى إلى علي علوان إلى الدميري بيلعب له كرة على طول عالية داخل منطقة، ولكن أبعدت على طول من جانب بكاش كواس، وكرة مرتدة للنيبالية، الارتداد السريع، حاول يبحث عن خطأ، أي لمسة يبحث فيها عن خطأ النيباليين في سومان لاما في الكرة الماضية، ولكن كرة ما فيها شيء. حكم المباراة أيضا الماليزي محمد يعقوب أمير، موجود وقريب لعبة جيدة وقريب من الكرة الماضية، وكرة لعبة الآن للأردنيين، وكرة ومحاولة موجودة من جانب يزن العرب، وبالتالي الكرة لا زالت للروابدة نور الروابدة، وكرة لعبة جهة اليمين ومحاولة للتقدم بعمل كرة عرضية، ولكن يبدو فيها خطأ لمصلحة لاعب المنتخب الأردني موسى التعمري في الكرة الماضية، وهذه التسديدة أبرز الكرات وأخطرها كانت للمنتخب الأردني، وكانت لقطة رائعة جدا من حارس المرمى كيران كومار، لكن القدم اليسرى لموسى التعمري كانت رائعة، وكادت أن تأتي بأولى أهدافهم أولى كراتهم بعد التوقف. يعني آخر مباريات رسميه للمنتخب الاردني خاض في 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 شهر ديسمبر 2019، يعني تقريبا سنه ونص قبل جائحه الكورونا بشهرين او ثلاثه، وكره اللعبه الان ثابته ولكن ابعدت من الدفاع النيبالي والتدخل من اناتا التي حولها الى خارج الملعب، يعني تماما وضعية المباراة
وخطورة المنتخب الأردني، ولكن كل شيء قال، كل شيء وارد في كرة القدم. يعني هو يقول بالمؤتمر الصحفي كذلك، وكرة اللعبة الآن على طول ركنية ومحاولة، لكن الإبعاد من جانب الدفاع النيبالي، توصل الكرة واضحة الحين في هذه أثناء المباراة، أصبحت هي كرة المنتخب الأردني، هي سيطرة أردنية، هي محاولة أردنية، هي أجواء أردنية، هي فرص أردنية، لكنها أخطرها هي واحدة أردنية للاعب الذي سددها من مسافة بعيدة، صاحب القدم اليسرى موسى التعمري، موسى سليمان التعمري بسدد بقدم اليسرى، وبالتالي أبعدها بصعوبة حارس المرمى، هذه التي يعني تذكر في 19 دقيقة التي مضت من زمن شوط المباراة الأول. مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان عبر الكويت الرياضية التي تغطي كل مباريات التي تستضيفها الكويت، هذه المجموعة الثانية التي تضم أيضا في جانب نادي الجانب المنتخب الأردني والنيبالي منتخبنا الوطني، وكذلك الاسترالي والصين تايبي، لكن في هذه الجولة منتخبنا مريح ما يلعب الجولة القادمة راح يكون في مواجهة المنتخب الأردني، ولحد الآن الأردنيين بأدائهم في هذه الطريقة ويحاولون أن يأتوا بأهدافهم العرضية، وعلوان يمرر، لكن أنانتا هو الذي يتدخل، أنانتا في الكرة الماضية وبيمنع كرة علوان الرائعة جدا، الأرضية التي كادت أن تأتي في مكان مثالي لزميلة، لكن تدخل أنانتا كان في الوقت المناسب، وبالتالي الكرة الآن الثابتة لعبت على طول حسان حداد في العمق، ورأسياتهم وكراتهم في العمق، لكن لم تأتي ولا أهدافهم في هذه المباراة، كثرت ركنياتهم، الآن ركنية أخرى في الجهة اليسرى لمرمى الحارس كومار كيران، وبالتالي هناك حسان حداد من ينفذ الركنية للمنتخب الأردني، وشايف أن المنتخب الأردني بهذه الطريقة يقترب أكثر من أول أهدافه في هذه المباراة، هو الأقرب بهذه المحاولات، كرة لعبة حداد الركنية، لكن برافو الدفاع دريش بيشيل على طول مدافع النيبالي، لكن عادت الكرة في الجهة اليسرى ومحاولة اليمنى وتدخل، ما فيها خطأ، المساعد كان قريب وحكم المباراة أيضا قريب، والضغط العالي موجود ومحاولة موجودة، ولكن سقوط وعدم التركيز في الكرة الماضية وسقوط اللاعب الأردني، الضغط العالي كثرته بهذه الطريقة لإبراهيم سعادة، وبالتالي الكرة في النهاية لمنتخب النيبالي، هذا إبراهيم سعادة، هذا اللي حاول في الكرة الماضية، الضغط عالي عام للمنتخب الأردني، ويريده يعني فارق يعني إمكانيات، فارق الرغبة في والطموحات بين المنتخبين واضحة في هذه المباراة، لكن النيباليين صامدين لحد الآن، تكلم عن 21 أو 22 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول، في صمود نيبالي أمام المنتخب الأردني اللي يحاولون وبيمرون ويمر وحاول، وبالتالي الكرة وين؟ إلى ركلة جزاء. صادهم موسى سليمان التامري بركلة جزاء في التوغل الأخير، وبالتالي حاول داخل المنطقة والإعاقة بهذه الطريقة، هدف قد يكون متاحا الآن من ركلة جزاء بالنسبة للأردنيين عن طريق هذا الخطأ، حاول روات تشاند إيقاف اللاعب الأردني موسى سليمان التامري في هذه الطريقة، ولكن ارتكب الخطأ، ومما أعطى حكم المباراة احتسابه ركلة جزاء في دقيقة 22 لمصلحة المنتخب الأردني، وبهاء فيصل من ينفذ الكرة الثابتة وركلة الجزاء بالنسبة للمنتخب الأردني، فرصة متاحة للمنتخب الأردني أن يسجل أول أهدافه في هذه المباراة، وبالتالي عن طريق بهاء فيصل سبق وان احترف في الكويت، هذا حقيقة بهاء فيصل، لكن لم يدم كثيرا، لم يجلس كثيرا في الدوري الكويتي مثل عدي الصيفي، موجود في قائمة البدلاء، جول يسجل من خلالها
بيسجل من خلالها بهافيصل. اول اهداف المنتخب الاردني بهافيصل، ويتنفس هو فيتال بوركليزمن اصعد في هذا الهدف، وبالتالي هذا التقدم الاردني الان في هذه المواجهه امام المنتخب النيبالي. إذن أول أهداف من ركلة جزاء، المنتخب الأردني يأتي بأول أهدافه في أول مبارياته بعد التوقف الذي تم لأكثر من عام ونصف تقريبا بسبب جائحة كورونا. أول مباراة رسمية وأول هدف رسمي يأتي للمنتخب. الأردني بإمضاء المهاجم بهاء فيصل، وبالتالي المنتخب الأردني يتقدم على نيبال بهدف لا شيء بركلة جزاء احتسبت بعد إعاقة اللاعب موسى التعمري من قبل اللاعب روهت تشاند الذي كان يحاول امساك اللاعب داخل منطقة الجزاء وبالتالي ارتكب الخطأ. الأردنيين الآن متقدمين وهم الآن يحاولون فيها الكرة، وبالتالي أيضا التعمري وهناك بطاقة صفراء، هناك بطاقة صفراء للاعب نيباري في سانتوس في الكرة الماضية، إعاقة واضحة من الخلف للاعب موسى سلامة التعمري. أكثر لاعب أزعجهم هو اللي مزعج هذا التعمري بتسديدة بتوغل من الخلف، وسبب من خلالها ركلة جزاء وتقدم المنتخب الأردني، وكراتهم العالية غير ناجحة لحد الآن، خطورتهم بالكرات العالية غير ناجحة حقيقة. المنتخب الأردني لابد أن يكون هناك تركيز أكثر في الكرات العرضية وفي الكرات العالية حتى تكون الاستفادة كاملة من هذه المحاولات. وبالتالي هناك إصابة للاعب النيبالي وروح رياضية أيضا من جانب اللاعب الأردني مع اللاعب النيبالي صد في أرضية الملعب، هو اللاعب كواس بالاحتكاك مع أيضا اللاعب التعمري. لاعب جيد حقيقة، هو لاعبين مميزين اللاعب في هذا الشوط. أنا أتكلم عن هذا إن اللاعب في هذا الشوط يعني موسى لاعب جيد، سبب الهدف تسديدة على المرمى، عمل أداء رائع حقيقة في وسط الملعب بالنسبة للمنتخب الأردني. إذن هذا طبعا بهاء فيصل صاحب الهدف الوحيد في المباراة من خلال ركلة الجزاء احتسبت في الدقيقة 22. على ذلك لا زال المنتخب الأردني متقدم في هذه المباراة على المنتخب النيبالي. فيتال سعيد، هذا بلا شك يعني نجاح يعد نجاح له انك تسجل، لكن هو عموما المنتخب الاردني قليل الاهداف في 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 قياده هذا المدرب، يعني في هناك فارق اهداف. يعني نتكلم عن المنتخب الاردني عنده 10 اهداف من 5 مباريات وعليه هدفين. المنتخب الاردني يعني خسر بهدف امام المنتخب الاسترالي وكره ملعوبه الان، ولكن لم يسجل كثيرا يعني على 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 التايبي وعلى على لنيبال ما سجل يعني كثير من الاهداف عدا يعني تايبي سجلوا في مرمى هذا. مواجهة الكويت كانت تعادل سلبي، وبالتالي الكره الان فيها بطاقه صفراء للاعب المنتخب النيبالي حقيقه سانتوش. إذن وإصابة أخرى قد تكون هذه إصابة عضلية، مجهود عضلي كبير على المنتخب النيبالي. هذا اللاعب طبعا المنتخب الأردني يزن النعمات لم يظهر بكرات خطرة، لكن أبرزهم هو موسى التعمري خرق فرص عديدة، سدد على المرمى، حاول أن يخترق وتسبب بركلة جزاء
انطلاقاته جيدة، صاحب قدم يسرى، دائما صاحب القدم اليسرى ممتع في أدائه في غالب الوقت، في غالب الطين يعني، دائما صاحب القدم اليسرى يعطيك متعة في استلام الكرة، في تسديداته يكون مميز. لكن بالسلامة إن شاء الله لساتوش. سانتوش لاعب نيبالي الذي أصيب في الاحتكاك الأخير. إذن كومار يتلقى كيران كومار أولى أهداف هذه المباراة في دقيقة 23 من ركلة جزاء. نحن الآن في دقيقة 28 من زمن شوط المباراة الأول، ولا زالت الأمور لمصلحة المنتخب الأردني. هدف لا شيء منتخب نيبال في هذه المجموعة، المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة لكأس العالم ولأيضا كأس الأمم الآسيوية. كأس آسيا الذي راح يكون في سنة 23، بينما كأس العالم راح يكون السنة القادمة في الدوحة قطر 22. لكن يعني التصفيات الثانية لكأس العالم راح تتم في سبتمبر القادم، واعتقد انها راح تكت يعني سبتمبر راح تنتهي في ديسمبر، لان لابد او راح تستمر اعتقد لمارس، لان كاس العالم لن يكون في يونيو، راح يكون في نوفمبر من 22. نتكلم عن سنه ونص من الان تقريبا او اقل. اذا كره الى خارج الملعب، لكن هذه اللحظات توقف لحرارة الجو. الآن دقيقة لراحة اللاعبين بعد هذا الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول، تقريبا 30 دقيقة. التقدم أردني، هدف أول أردني، يعني أعتقد جدول خدم المنتخب الأردني، تدرج في المباراة الثلاثة المتبقية له. يعني انك تلعب مع النيبال في البدايه، وبعد ذلك تلعب مع منتخب الكويت، وبعد ذلك تختمها بمنتخب الاسترالي، يعني كان في تدرج بالنسبه للمنتخب الاردني، خصوصا انه مر عليه فتره طويله لم يشارك في مباريات رسميه على المستوى الدولي. لكن نتكلم عن منتخبنا، اعتقد ان جدول ما كان جيد. نتكلم عن اول مباراه رسميه بعد هذا الغياب تكون مع المنتخب الاسترالي، وكل شايف ولكل تابع المباراة المنتخب الكويتي الذي يعني ما قدم شيء في المباراة، لن نقدم شيء، فقط تواجد في 90 دقيقة وكان هناك 3 أهداف. أعتقد أن كانت 3 أهداف يعني لو كان الجو أفضل لكان الاستراليين أعتقد أنه يعني راح يكون أداهم أكثر من ذلك، لكن قادر على العودة في مواجهة المنتخب الأردني في المباراة القادمة منتخبنا الوطني. نتمنى لك كل التوفيق. الأردني اليوم أيضا لم يظهروا كامل قوتهم رغم التقدم الآن في المباراة على المنتخب النيبالي بهدف للا شيء، ولكن هدف أجى من ركلة جزاء. ما في جمل تكتيكية كاملة تصل بالكرة إلى 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 6 يارد بشكل خطر من جانب المنتخب الأردني. لحد الآن نتكلم عن 31 دقيقة، عدا بعض اللاعبين بمجهوداتهم بتميزهم، وأبرزهم طبعا موسى التعمري أبرز لاعبي المنتخب الأردني في 30 دقيقة التي مضت، وهو الذي صنع الفارق، وهو الذي تسبب بركلة الجزاء والتي سددها هو لاعب الدولي الآخر بهاء فيصل، محرز أول أهداف المنتخب الأردني في مواجهة نيبال وبيحاول إبعادها أيضا اللاعب سومان أريان، لكن الكرة إلى خارج. إذن تبديل اللاعب سونال يدخل بديلا للاعب الذي أصيب حقيقة، خرج من أرضية الملعب كواس. إذن تبديل أول اضطراري بالنسبة لي النيبال. هنا التدخل، اعتقد انه فيها خطأ هذه
اللاعب سومان أريال في كرة مشتركة مع اللاعب إحسان حداد، لكن كرة الآن تعود لدفاع المنتخب الأردني ويزن العرب، يزن العرب إلى اللاعب جهة اليسار ضير ليسر ديميري، ديميري وكرة تلعب من مهند خير الله بالخطأ، مهند خير الله وبالتالي مقطوعة تصل للاعب أيضا أبا هاشيك وطويلة بيلعبها على طول لكن وين إلى خارج الملعب، طويلة من جانب روهت شام الذي تسبب بركلة الجزاء، وكرة الآن تلعب رمية تماس في نص الملعب، يوجا بيلعب له كرة طويلة يوجا، ولكن برافو تغطية سليمة من محمد الدميري بيرجعها لحارس المرمى معتز ياسين الذي نادرا ما كنا نشوفه في هذا الشوط في 34 دقيقة التي مضت من شوط المباراة الأول. كرة لعبت في الجهة اليسرى، نيبال حاول يستعيد الثقة، حاول أن يكون مبادرا في نص الملعب، حافظ على كرته، المساحة الآن موجودة والكرة الآن هجوم نيبالي، تسديد على المرمى لكن تسرع فيها كثيرا اللاعب في الكرة الماضية، وبالتالي ذهبت الكرة من سونال البديل وبالتالي كورته سونال إلى خارج الملعب، أيضا في إصابة عضلية للاعب آخر دنيش هذه المرة بهذه الكرة المشتركة ولكن السقوط دنيش، وبالتالي يعود دنيش أيضا كرة الآن مع المنتخب الأردني، يزن العرب يلعبها إلى حسين حداد، يلعبها طويلة عالية في الأمام، استقبال رائع حقيقة من بهاء فيصل، حافظ على كرة بهاء فيصل صاحب الهدف الوحيد للمنتخب الأردني، يلعبها جهة اليمين على طول ناحية اليمين لموسى تعمري حافظ على الكرة تعمري بي كرة من منطقة الجزاء خطرة هذه لعلي علوان، تسديدة من بهاء فيصل، حلوة اللعبة هذه، بهاء فيصل بيسدد ولكن كرة كانت غريبة بحارس المرمى كومار كيران، والكرة الآن وصلت لي مهند خير الله بيلعبها إلى نور الروايبت إذن كرة في نص الملعب إلى موسى تعمري والتدخل على طول من جانب سومان لاما تعمري، لكن مقطوعة مرة أخرى في نص الملعب يحاول يسيطر على الكرة أيضا أحمد علوان أو يزن النعمات ومحاولة موسى التعمري حاول يحصل عليه التعمري وضغط عليه وبالتالي حصلها سانتوش لعب كرة في النص تصل لي أيضا يوجا بيلعب له كرة فيها الأمام لكن أغرب إلى يزن العرب يرجعها لحارس المرمى معتز ياسين حارس المرمى المنتخب الأردني في آخر 9 دقائق تقريبا أو 8 دقائق من زمن شوط المباراة الأول، اللعبة الطويلة في الأمام حسين حداد ناحية بهاء فيصل لكن يبغى الكرة بسهولة تصل إلى يوجا في نص الملعب نيبال إلى أيضا لاعب بيستا وتصل إلى دينيش وتمريرة من بيستا خطأ تعود إلى دينيش لكن فيها خطأ من دينيش خطأ لمصلحة إبراهيم سعادة لاعب المنتخب الأردني، هنا التدخل بهذه الطريقة من الخلف من جانب سانتوش وبالتالي خطأ لمصلحة المنتخب الأردني تصل إلى محمد ديميري لكن خاطئ الكرة محاولة موجودة مستعش أيضا علي علوان
تصل يزن العرب الى ستة اللي هو نور روايب ده كرة في النص الى يوجا يوجا كرة لعبت مجاري بيضة دانيش او اناتا ولعبة طويلة في الامام لكن تغطية من جانب محمد دميري دميري الى ماتز ياسين حارس المرمى طويلة في الامام لحد الان الاردنيين يعني ريحوا شوي خطورتهم قلت بعد التقدم بالهدف الاول من ركلة جزاء يزن نعمة تحاول يضغط على لاعب نيبالي في هذه الكرة وبيشيلها على طول في نص الملعب نور روايب ده كرة لعبت الى يوجا او الى سانتوش سانتوش تلعب مقطوعة روابده بيلعب لها كرة على طول الى جهة اليمين الى موسى التعمري بيلعبها طويلة في الامام ولكن اغرب لحارس المرمى كانت ناحية يزن النعمات لكن حارس المرمى كان اقرب له كيران كومار كان اقرب لها الكرة الان لعبت 6 دقائق او 5 دقائق اخيرة مشاهدينا الاعزاء متابعينا في كل مكان عبر كويت الرياضية لاحداث هذا اللقاء وهنا المحاولة والسقوط لمهند خير الله في الكرة الأخيرة إذا خطأ لمصلحة مهند خير الله على لاعب أنجان بستا لاعب منتخب نيبال لعبة طويلة الآن استقبال جيد من علي علوان بيلعبها إلى بهاء فيصل في نص الملعب بيلعبها لنور الروابده وكرة اللعبة جت اليمين انطلاقة لموسى التعمري يبحث عن تمريرة التعمري بيعود الى الخير الله الان الكرة العرضية والعرضية قريبة ولكن برافو حارس المرمى ما زالت الكرات العرضية العالية الأردنية غير مستفادة من صنعها ايضا من العمل احسان حداد في اللعبة الماضية حسين حداد وبالتالي الكرة هي في النص تصل إلى الدميري الآن أو بالفعل الدميري إلى فيصل بها فيصل في نص الملعب الآن إبراهيم سعادة وتغيير اللعب إلى جهة اليمين انطلاقة وممكن عالية عملها عالية حاول يصيدها صادها علي أيضا أو يزن النعمات بيلعب لها كرة عرضية النعمات برافو موسى كذا ولكن كومروا بالتسديلة لا زالت خطرة الكرة الأردنية في اللعبة الماضية موسى حاول فيها حقيقة التعمري بكرة رائعة جدا عاد وعملها لا يزن النعمات في مكان مثالي وكرة أردنية خطرة وكرة لعبت الآن لا زالت خطورة أردنية في اللعبة الماضية لكن برافو حارس المرمى كيران كومار تصدى لأكثر من كرة أرسلت وأتت من الهجوم الأردني في اللعبة الماضية وبالتالي فوت على الأردنيين كان قريب من الهدف الثاني المنتخب الأردني لكن حارس المرمى تدخل في ظل هذه المحاولات التي بدت خطرة بدت الآن هناك إصرار أردني لتسجيل هدف ثاني وكرة لعبة الآن أرضية من جانب علي علوان وكرة موسى التمري والعرضية خير الله ولكن برافو حارس المرمى تدخل عمل له كرة عرضية داخل الستة ياردة في الأرضية تدخل فيها حارس المرمى اليوم كيران كومار يتحمل كثيرة
من الكرات ومن اللعبات العرضية. دائما المنتخب الأردني في الجهة اليمنى أنشط من الجهة اليسرى، وهناك دائما تدخلات التامري، وهذه اللعبة توصل، لكن كانت الكرة ما كانت مستقرة، الكرة ما كانت موجودة في الأرض حقيقة، وطالت عليه، حاول فيها يزن النعمات في اللعبة الماضية، لكن تدخل حارس المرمى في الوقت المناسب، تدخل وضيق على المسافة، وبالتالي فوت على النعمات أيضا فرصة الهدف الثاني، فرصة الهدف الثاني للأردنيين أقرب لي أن يكونوا بتسجيل الهدف الثاني في هذا الشوط، لكن هناك دقائق قليلة متبقية، هل ينتهي هذا الشوط بهدف وحيد المنتخب الأردني؟ هذا لا يتماشى مع منتخب مع طموحات المنتخب الأردني في مواجهة النيباليين، يريدون كثير من الأهداف، يريدون أن يسجلوا مزيد من الأهداف حتى لا يكون الفارق الأهداف لمصلحة منتخبنا لو هناك تعادل في النقاط، خصوصا منتخبنا عنده 17 هدف، بينما المنتخب الأردني عنده 10 أهداف، ومع هدف اليوم 11 هدف، هذه فرصة الأخير يزن النعمات، وقد تكون هي الفرصة الأخيرة. أكثرت كرتهم الضائعة، أكثرت فرصهم الأكيد للتسجيل مع اقتراب نهاية الشوط الأول، وبالتالي كرة ملعوبة، هجوم أردني آخر، نعمات فيها لنفسه أمام 4 لاعبين، وهنا التسديدة، لكن التركيز والأرضية قد تكون هي عامل فارق بالنسبة للمنتخب الأردني في كراتهم، في لعباتهم، في خطورة فرصهم، وكرة اللعبة ثلاث ومحاولة، لكن تغطي علوان، والاستعادة الكرة من جانب اللاعب محمد دميري، وكرة اللعبة التدخل على طول يزن العرب، تعود الكرة للمنتخب النيبالي، النيباليين يحاولون يصنعون ولو فرصة في هذا الشوط، ولو كرة خطرة في هذا الشوط، لأن معتز ياسين حارس المنتخب الأردني مرتاح تماما، كرة الآن وهجوم، محاولة تعمري موسى، جول جول جول، مرمي الجول، الله يا تعمري، ضاع انت يا تعمري، ممتاز انت يا تعمري، موسى الذي تجول في الشمال وفي اليمين، لكن لم يسجل في هذه الكرة، صاحب القدم اليسرى، صاحب التسديد الأبرز، محاولة الأبرز الآن، حاول يصطاد الزاوية، لكن ما كملت، لم تنتهي في الشباك، حالاتها في الشباك، هذه المحاولة بعد المجهود الكبير الذي عمله هو موسى التعمري لاعب المنتخب الأردني، وكرة لعبت الآن، ومحاولة موجودة في منتصف، تصل والسيطرة للاعب أيضا إبراهيم سعادة، يعود بالكرة في الخلف ليزن العرب، يزن العرب إلى إحسان حداد، وكرة طويلة تصل إلى علي علوان بينية، علي علوان، وبالتالي التعمري، وتدخل وإصابة بالسلامة إن شاء الله لبهاء فيصل في كرة مشتركة عالية مع حارس المرمى في اللعبة الماضية، استبسال واضح من حارس المرمى في إبعاد الكرات بالسلامة إن شاء الله، في ارتقاء عالي واستدام عالي حقيقة في الكرة الماضية. إذا الوقت الأصلي انتهى، 4 دقائق يعطي حكم المباراة الماليزي في هذا الشوط، لأن في إصابات حصلت في هذا الشوط، ولكن شوف كرة علوان، أحمد علوان، علي علوان لعمل كرة ثنائية مع التامري، وهنا التدخل، وهنا الارتطام من جانب الكرة المشتركة مع حارس المرمى لم يكن قاصدا، ولكن كان في الموعد، وهنا شوف محاولة أيضا موسى التامري التي اصطادها هو الحارس المرمى كومار تألق، كومار كيران تألق حارس مرمى المنتخب النيبالي أمام المنتخب الأردني، ومحاولاته وكراته ليبقى على حظوظ فريقه عند الفارق الهدفي في هذا الشوط، على الأقل تقدير هذا يريد النيبالي أن يبقي هذا الشوط بفارق هدف فقط، أن لا يخسر كثيرا من الأهداف، لأن لديهم طموح آخر، هم يريدون المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهاية كأس آسيا، يعني المركز الثالث، المركز أفضل ثوالث، يدخل مع بشكل مباشر وليس ملحق، حيث الفرق الأخرى سوف تدخل ملحق
التصفيات الآسيوية، كرة ملعوبة الآن، وخطأ لمصلحة المنتخب النيبالي. هذا طموح المنتخب النيبالي، وهذا يعني نوع من أنواع التحفيز لهم لكي يستمروا ويطوروا، وبالتالي ممكن أن يكون في قادم الأيام فريق صعب أن تفوز عليه حقيقة، يتطور بشكل سريع أسوة في بعض الفرق في آسيا تطورت بشكل سريع، يحاولون أن يكونون على مفر وأن يكون لهم كلمة في آسيا في كرة القدم، حق مشروع للكل يعمل. نتكلم عن المنتخب التايلاندي، لم يعد نفس في السابق المنتخب التايلاندي، هونغ كونغ كذلك، سنغافورة كذلك. نتكلم عن أيضا الهند، بدأ المنتخب يتطور بشكل ملفت، وبالتالي الكرة الهندية أيضا يعني أتت بمشاهير كرة القدم في البطولة الهندية، وبالتالي هذا نوع من أنواع محاولة للارتقاء بمستوى البطولة. وكرة ملعوبة الآن في الأمام، المنتخب الأردني عادة الكرة الأردنيين كيف طوروا كرتهم، كيف طوروا من مستواهم الآن الأردني، يعني في لاعبين تجدهم يلعبون خارج المنتخب الأردني، وبالتالي هذه تعطي إضافة للمنتخب الأردني وتعطي إضافة للاعب عندما يحترف خارجياً. وكرة ملعوبة الآن، استخلاص الكرة من جانب اللاعب علي علوان بيلعبها إلى بهاء فيصل، بيلعبها كرة عرضية ناحية علي علوان، وبالتالي أو يزن النعمات لكن طالت منه، وعادت الكرة الآن إلى جهة اليسار لمصلحة أيضا أنا جامبيستا بغير جهة اليمين حقيقة للبديل سونال، ولكن طالت الكرة. وفي هذه الأثناء حكم المباراة الماليزي محمد أمير ينهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الأردني عن طريق هذا اللاعب بهاء فيصل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء. على ذلك ينتهي شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف لا شيء، مع كثير من الفرص أتيحت للمنتخب الأردني لكن لم ينجح في استقلالها، لذلك ينتهي الشوط الأول بهدف وحيد لا شيء. بعد فاصل تلتقي بزميلي في الاستوديو التحليلي، إلى اللقاء. رحب فيكم من جديد. إذن شوط المباراة الأول انتهى بتقدم المنتخب الأردني بهدف دون رد على المنتخب النيبالي. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها المزعج موسى التعمري، انبرى لتسديدها بهاء فيصل وأسكنها في الشباك معلنا هدف المباراة الأول حتى هذه اللحظة. رحب من جديد بخالد الفضلي وعلي بولند. مساء الخير كباتن من جديد. خالد، شوط المباراة الأول منطقي حتى هذه اللحظة؟ منطقي، ومثل ما قلت لك يعني يمكن حتى من ناحية توقع نفس التوقع. أنا المنتخب الأردني يعني افتقد اليوم للحلول الجماعية، خلنا نقول ما شفنا أوفرلابز وكرات عرضية، ما شفنا اختراق إلا ما ندر من العمق، تسديدات قليلة. أنت ترجمت الشوط الأول بأن المزعج موسى التعمري هو نجم الشوط الأول بامتياز من حيث الحلول الفردية، التسديد أخطر تسديدة كانت من خلاله حصل على ركلة جزاء، خطورة المنتخب الأردني كانت من ناحيته، ولكن كحلول جماعية كان يعني في أداء خلنا نقول يطغى عليه الجانب الحماسي، افتقدنا في التنوع في الحلول الفردية بعكس المنتخب النيبالي اللي كان أنا وجهة نظري منضبط، يعني مغلق مساحته حتى بعد الهدف المبكر، صامد بالضبط، ما فتح الملعب عكس السابق لما كان يسجل في مرمى يفتح الملعب وتخلق مساحات أكبر للمنافسين. اليوم لا، يحسب الكابتن عبد الله أن اليوم حافظ على شكل الفريق حتى بعد الهدف المبكر في الدقيقة 20 وركلة الجزاء.
فبالتالي بالمناسبة هي ركلة جزاء ولا مو ركلة جزاء خالد؟ والله أنا أشوفها مشكوك في أمرها يعني ما أعتقد أنها علي صحيح ركلة جزاء صحيحة. على موضوع ركلة الجزاء بصرف النظر الحين وبعيدا عن هي صحيحة أو غير صحيحة، لكن هي بالأخير احتسبت ركلة جزاء، احتسبت لصالح موسى التعمري اللي قلنا في بداية الاستديو أنه تسبب ب 73 خطأ له. اليوم أيضا بخطأ له سجل المنتخب الأردني ركلة الجزاء. بكل تأكيد يعني أنت تتكلم على واحد من أبرز اللاعبين وحل مثالي للمنتخب الأردني، خصوصا لما تتكلم على موسى التعمري وتحركه ما بين الخطوط، او اذا مثل ما قلنا قبل الهوى او قبل المباراه انه مثل ما خلقت للوضعيه المناسبه لموسى التعمري راح يكون هو عنصر فارق كبير في المباراه. لاحظنا يمكن ضربه جزاء كانت حاله واحد ضد واحد وقدر تفوق فيها. لاحظنا في اكثر من جزء من المباراه هو يستلم الكره ما بين الخطوط بعد ذلك ياخذ الحل اما بتسديد او نقل مناطق اللعب. اللي عمله المنتخب الاردني انه لعب على امكانياته، لعب على المستوى البدني، دائما تشوف كرة ثانية لا، دائما تشوف كرة الأولى لا، دائما يعني لعب على أنه بهاء فيصل هو اللاعب اللي يحاول يربط فيه كمحطة، ودائما في تحولات أو في سويتش ما بين يزن النعيمان وما بين علي علوان، دائما في واحد أو اثنين منهم في منطقة الجزاء، وبالتالي كان في تنوع على مستوى الحلول، خصوصا لما يصعد محمد ميري لمناطق عالية، فبالتالي يصير عندي موسى التعمري على اليمين، محمد ديميري في اليسار، وعندي ثلاث لاعبين في منطقة الجزاء، فأي عرضية أي كرة عرضية وكرة ثانية دائما من مصلحة الأردن، وشفنا أن الأردن تمركز في منطقة نيبال، يحسب لنيبال أنهم منظمين دفاعيا، يحسب أنهم هم طلعوا من الشوط الأول فقط 1-0، وأن ما يعني مثل ما قال كابتن خالد ما تم في خلل بالمنظومة، لكن ما شفنا أي جملة لمنتخب نيبال في العملية الهجومية اللي شفناه أمام الصين تايبي، اللي شفناه أمام العراق ما نفذ اليوم. هذا يبين لك أنه كان في قراءة فيتال للمنتخب نيبال وتحجيم الادوات، خصوصا اللاعب المميز اللي هو انجبيستا. يعني ما شفنا انجبيستا قام باي عمليه تحول، ما شفنا انجبيستا اللي كان محطه ودائما هو اللاعب اللي ينتقل عن طريقه منتخب نيبال. كره واحده كانت لمنتخب نيبال وكانت تسديده عشوائيه لان كان خروج محمد ديميري بشكل خاطئ. تسديده عشوائيه لكن هني تسديده متقنه من مش هذه لموسى التعمري، ايضا كانت في تسديده مميزه تصدى لها الحارس كران اللي ايضا هو كان مميز في شوط المباراه الاول. مع هذا الملخص الى حد ما لحد ما نوصل للقطه اللي نبيها، لقطه تسديده موسى التعمري اللي سددها وتصدى لها. برافو عليكم كباتن، هذه التسديده وتصدى لها ايضا باتقان كران حارس المنتخب النيبال. خالد، موسى التعمري كان مزعج في كل الاحوال. هو العلامة الفارقة في الشوط الأول. شوف يعني نزل في وسط الملعب استلم، يعني يمكن حتى المعلق أو كان يعتقد أن لاعب وسط ارتكاز مش تعمري، يعني لاعب جناح دخل من الجناح استلم مسافة بعيدة، استطاع أن يسدد تسديدة محكمة للأمانة وقوية مميزة. التصدي يحسب للحارس كيران ليمبو، يعني أنا أعتقد تكلمنا عنه قبل المباراة أنه من الحراس المميزين والمحترف في الدوري الهندي، اثبت لنا من خلال هذا التصدي انه يمتلك امكانيات كبيره على المستوى الفردي. كيران خالد ايضا حافظ على شباكه، يعني اكثر من هدف تصدى له في شوط الورد الاول، وهذا حاله مع المنتخب النيبالي للامانه في طوال مشوار التصفيات. دائما يكون تحت المجهر من كثر سهوله الوصول للمرمى. اليوم قد يكون في صعوبه وصول المرمى، ولكن هو ايضا موجود في بعض الكرات العرضيه كان خروجه مناسب، وجوده في المرمى معطي اريحيه للاعبينا، واضح انه هو له ثقل بالفريق من خلال يعني اعطائهم الثقه بوجوده، حاسين انه وراهم حارس. يعني حتى ضربه الجزاء تحركها كان جيد لولا دقه التسديد من بهاء، يعني كان ممكن يتصدى لها. فبالتالي اليوم لما نرجع نتكلم انا بتكلم بضيف بس جزئيه قالها الكابتن علي، ان الفريق النيبالي مميز في التنظيم الدفاعي، في هويه دفاعيه، فريق منظم دفاعيا، ولكن في التنظيم الهجومي واحنا تكلمنا على انه لابد انه يلعب اللعب المباشر، التحول السريع بعد استخلاص الكره، الوصول من خلال لمسه ولمستين للمنافس، الهجمات المرتده. ما شفنا هذا الامر، ويمكن هم تفاجئوا في المره الوحيده اللي وصلوا فيها واللاعب ريغال المهاجم من بعد المساحه كان بامكانه يمرر سدد، لانه تفاجئ بالكره. هي حتى لا كانت لا هي تسديده ولا هي تمريره. بالضبط، وكان بامكانه يمرر تكون خطره على المنتخب الاردني، ومع ذلك سددها بطريقه غريبه لانه هو تفاجئ بالمكان اللي هو فيه طوال الشوط في اول مره يوصل هالمنطقه.
وهذه مشكلة هالمنتخبات خلنا نقول البعيدة عن المنافسة، ما بيقول أقل من أقصى من هذا اللقب، ولكن إنهم صعب إن يجيد في الشقين الهجومي والدفاعي في ذات الوقت. صحيح. علي خلي أعكس بعض الحالات في الشوط الأول وشنو هو المطلوب في شوط المباراة الثاني لكلا المنتخبين الأردني والنيبالي، شنو المطلوبين في شوط المباراة الثاني؟ شوف بالنسبة للمنتخب النيبالي، إحنا دائما نقول شكلك الدفاعي يعكس هويتك الهجومية، يعني متى ما كنت أنت منظم دفاعيا، متى ما كنت أنت مختار مناطق اللي تحاول تفتك فيها راح يبين شكلك الهجومي، تضغط بشكل عالي إذا أنت بتستحوذ وتأخذ الكرة في مناطق خصمك عشان ما تأخذ وقت في الاستحواذ، تنطر خصمك في مناطق فبالتالي أنت تبي المساحة عشان تفتك فيها. الواضح أن المنتخب النيبالي كان ماشي على النهج أنه ينتظر في مناطقه ويعتمد على التحولات السريعة في على المنتخب الأردني، لكن لأن المنتخب الأردني كان واضح معالم منتخب نيبال في وين مكان القوة حجبها، كل الكرات الأولى والثانية كانت له، كل الاتحامات البدنية كانت له، وكان دائما تلاحظ أن المنتخب الأردني يدخل بعمق، يدخل بعملية الالتحام القوي بالبدنية. وبالنسبة للمنتخب الأردني أعتقد أنه بحاجة أنه يكون في لاعب رقم 10، في حاجة للاعب أنه يربط ويعطي بهاء فيصل مساحة أكبر يتحرك خلف المدافعين. بس علي المنتخب الأردني حتى في الشوط الأول قاعد يعطيني إحساس إن أغلب الهجمات ممكن قادر إنه يسجل في أي وقت. صحيح، لأنه عنده جودة لاعبين، لأنه قاعد يلعب على جمل معينة أو على أمور معينة. أنت لو تلاحظ كيفية تحرك موسى التعمري، يمكن اللقطة اللي مساعد كلامنا عنها تسديدة، هني يبين لك ذكاء اللاعب أو يبين لك قوة لاعب مثل موسى التعمري. لاحظ لما يستلم الكرة ولاحظ القرار اللي خذاه، لاعب آخر ممكن يمرر لكن هو يعلم بأن امام خطين، فبالتالي كسر الخط الاول بعمليه الجري واخذ القرار بكل جراه. لاحظني اخذ الكره لانه ما في خيارات تمرير، ولانه يدري ان اي خيار تمرير ممكن يسبب مشكله. لاحظ خذ القرار، صار 4-4 هني، وهذه اخطر حاله دفاعيه في كره القدم، يكون في تماثل عددي. فبالتالي لاحظ موسى التعمري 4-4 اخذ القرار اللي هو القرار اللي يشوفه بالنسبه له اسلم، واللي هو دائما تعود عليه التسديد عن بعد، ولاعب مميز في هذا الجانب. تكلمت عليها علي انت قبل المباراة لما سجلوا بهاء فيصل هدفه على الصين تايبي. صحيح. في الاختراق. صحيح. ضغط واستخلاص وايضا تعمري ومرر. شوف تكررت اليوم كثير، ولكن ما تواجد الحركة العكسية من بهاء او غير بهاء انه يعطيه مجال يعمل له ثرو باس. بالضبط. وهذا ما شفناه في الشوط الاول. قوة بهاء انه يطلب الكرة في ظهر المدافع. اليوم شفنا بهاء كثير من الاحيان ينزل عشان يكون هو المحطة اللي تصعد الفريق. لأن ما في اليوم أحمد ياسر، ما في اللاعب الآخر اللي هو ياسين بخيت يعني. مو موجودين لذين اللاعبين، كانوا هم دائما المحطات اللي ينتقل عنهم أو ينتقل خلالهم المنتخب الأردني. اليوم لأنه يلعب فيتا ممكن يستعين فيهم شوط المباراة الثاني، ممكن، لكن هو حب إنه يكون عنده كثافة هجومية في منطقة الجزاء عن طريق عرضيات الدميري أو عن طريق عرضيات اللي هو إحسان حداد أو التعمري. يكون في عندي 3-4 لاعبين مميزين بدنيا وهدافين قادرين يعطوني الكثافه الهجوميه اللي انا بيها، وعدد الاهداف اللي تكلمنا عنه راح يكون فارق بالنسبه لك. شكرا علي، لان هذا السؤال كنت بساله خالد، انا خالد هو اللي اشار لهذه النقطه مع بدايه تغطيتنا لهذه المباراه في الاستديو. خالد ذكرت او حرصت على انك تذكر في نسبه الاهداف. صحيح. المنتخب الاردني انهى الشوط ال 45 دقيقه الاولى هدف، حاط في باله ولا هو يبي 3 نقاط بصرف النظر عن الاهداف؟ هو 3 نقاط قد يكون من الجانب المعنوي ان افكر بثلاث نقاط، لان انا بلعب مباراه مصيريه امام منتخب الكويت، هو فوزه او تعادله راح يكون اغرب للتاهل، لان انت مباراه تقصد اللعبه الثانيه امام الكويت، فوزه وتعادل. المباراه الاخيره ايضا خلينا نتكلم بصراحه، المباراه الاخيره امام منتخب الاسترالي، اذا فاز استراليا اليوم حسم اموره في التاهل، فبالتالي ما راح يلعب بكامل قوته منتخب الاسترالي على الاقل. إيه؟ على الاقل من جانب معنوي. انا اتكلم حين الاردن ما يفكر بنسبه تسجيل الاهداف كثر ما يفكر بحصد النقاط الثلاث. الحين هو خلص الأهم، أن تقدم في النتيجة. بالضبط. ولكن تفاجأ بتنظيم دفاعي مميز ما تفكك بعد تأخره بالنتيجة من المنتخب النيبالي، وهذا تفاجأ فيه في الشوط الأول. الشوط الثاني لابد أنه أيضا يكون عنده حلول. أنا وجهة نظري الشخصية، لمسة الكابتن عبد الله الشلاحي على الفريق من خلال أنه قدر يحافظ على شكل الفريق حتى بعد التأخر بالنتيجة. صحيح. ولكن فنيا انا اعتقد راح تكون بالكثير 70 دقيقه، بعد 70 دقيقه راح يكون هناك اخطاء كثيره اذا استمر الوضع على ما هو عليه.
اذا ما خطف مثلا نيبال هدف تعادل ما سوى مفاجاه بالنسبه لنا. بعد السبعين انا اعتقد المباراه راح تكون مفتوحه وصعب انك تسيطر على لاعبينك منتخب نيبال، وممكن منتخب الاردني بعد السبعين مع خمس تبديلات واسامي مميزه موجوده في الدكه ممكن يعمل فارق كبير بالنتيجه، مع الاضافه ان النقطه الاهم اللي تفوق فيها المنتخب الاردني سرعه استرجاع الكره، لما يخسر الكره يسترجع الكره بسرعه. برافو عليك، هذه مهمه جدا. علي يعني المنتخب الاردني اجمعت انه هو قادر على تسجيل الثاني والثالث، وقد يكون الامر مساله وقت، لكن انا السؤال على المنتخب النيبالي، هل هو قادر على تعديل النتيجه؟ هل هو قادر على تسجيل هدف في هذه المباراه؟ قادر اذا كانت اذا كان انت تلاحظ المنتخب النيبالي مشكلته كانت في عمليه المس باص، عمليه ان التمريرات اللي عقب ما يستخلص الكره او يحاول يطلع فيها بحال بناء الهجمه كانت اغلبها في تكون خاطئه. صحيح. بالتالي انت كل ما كانت التمريرات خاطئه كل ما كان في تحول اسرع من منتخب الاردن عليك، فمتى ما كان قادر على انه يكون محطاته قادر على الاستلام والتحول السريع في المساحه راح يكون في خطوره. توقعاتك الشوط الثاني؟ زيادة تغلت في الأردن من هذا. هذه زيادة. وأنت توقعاتك خالد؟ أنا راح الأردن راح يحسمها بفارق ثلاث أهداف في الثلاث ساعة الأخيرة. أشكركم كباتن مؤقتا، راح نرجع لكم مع نهاية المباراة. عودة سريعة للعزيز الزميل المعلق بدر الشداد ليوافينا بتفاصيل شوط المباراة الثانية. بدر صوت الصورة معك. نمبر 10 أحمد أسير ريبليست نمبر 13 إبراهيم سعادة and the substitution for Jordan as well player number 11 ياسر البخيت replaced number 15 علي علوان. بسم الله الرحمن الرحيم، احييكم مجمل تهيئة في شوط المباراة الثاني مشاهدينا الاعزاء متابعينا في كل مكان. شوط اول كان قد انتهى لمصلحة المنتخب الاردني بهدف وحيد سجل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء احتسبت بعد اعاقة موسى التمري داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22، على اثر ذلك سجل بهاء فيصل اولى اهداف المنتخب الاردني وانتهى على ذلك شوط المباراة الأول الأردني متقدم على النيبال بهدف لا شيء. لكن أيضا الأردنيين في آخر 10 دقائق من شوط المباراة الأول أهدروا كثير من الفرص، أهدروا كثير من المحاولات، لأن حارس المرمى النيبالي كان متألقا وكان في المرصاد لكل محاولاته رغم خطورتها. كيرين كومار كيرل لامبو كيمار الذي تصدى لعديد من المحاولات، وبالتالي لينتهي شوط المباراة الأول بفارق وحيد من الأهداف لمصلحة المنتخب الأردني. وطبعا الأردنيين الفوز على النيبال ليس بهدف وحيد طموحهم، طبعا هم يريدون الكثير من الأهداف حتى لا يدخلوا في مسألة فارق الأهداف، وبالتالي يريدون تسجيل المزيد من الأهداف. كرة لعبت الآن ومحاولة موجودة للمنتخب الأردني للاعب يزن العرب بيلعبها إلى الدميري في الجهة اليسرى محمد الدميري بيلعبها على طول إلى مهند خير الله. كرة لعبت إلى يزن العرب في الأمام في النص الى علي يزن نعمات كره ناحيه اليمين ارضيه في نص الملعب. الان محاوله موجوده وتوصل للمنتخب الاردني، ممكن العرضيه هذه ممكن تشكل خطوره العرضيه اذا مر خطره. توغل وعمل له كره عرضيه مر وراوغ، ولكن كره بعيده على التعمري موسى التعمري
لكن توغل رائع جدا حقيقة في الجهة اليسرى وسرعة في المحاولة في الجهة اليسرى حقيقة من جانب المنتخب الأردني حقيقة أحمد سمير شاهد وهذا أيضا دخول ياسين البخيت وأحمد سمير بالتغييرات التي أجراها فيتال بوركلمنز في شوط المباراة الثاني إشراك هذين اللاعبين حقيقة في تشكيلته كرة اللعبة الآن انعمات في نصف الملعب يكسب خطأ لكن هو أبعد من عد أشرك لاعبين اثنين أعتقد علي علوان خارج التشكيلة في شوط المباراة الثاني علي علوان ويبدو الآن الكرة الثابتة لمصلحة المنتخب الأردني كرة ثابتة حارس المرمى إذن وحائط الصيد كيران كومار كيران وحائط الصيد في الكرة الثابتة المنتخب الأردني بيلعبها جهة اليمين ولكن إعادة لحكم المباراة الماليزي محمد يعقوب أمير يطلب إعادة تنفيذ الكرة الثابتة إلا بالصافرة حقيقة هذا ياسين البخيت حقيقة وأحمد سمير أحمد سمير هو البديل في شوط المباراة الثاني بالنسبة للمنتخب الأردني ثابتة الله الله بها فيصل بها فيصل في بهاء في بهاء من الكرات القوية في المرمى هذا بهاء يعطي بهاء في الكرة الثابتة التي لم يشاهدها حارس المرمى حقيقة كيران بكرة ثابتة البهاء فيصل بيسجل من كرة ثابتة برت من الحيطة فيها بهاء فيها كثير من البهاء ليسجل ثاني أهدافهم من كرة ثابتة رائع جدا للأردن للكرة الثابتة الرائع جدا اللي سجلها فيصل فيصل في اللعبة الماضية في أول دقائق في أربع دقائق الأولى من زمن شوط المباراة الثاني يسجل فيصل ثاني أهداف المنتخب الأردني من كرة ثابتة وثاني أهدافه في هذه المباراة هو فيصل بها فيصل كل أهداف اليوم من كرة ثابتة من ركلة جزاء ومن كرة ثابتة ختم بمسافة بعيدة فاقت فيها حارس المرمى كيران كومان الذي كان متألقا في شوط المباراة الأول لكن الكرة كانت مباغتة وهنا ياسين البخيت بحاول يضغط على دنيش الظهير الأيمن وكرة لعبة كوها في الخلف تدخل وعادت إلى جان في نص الملعب يوجا ولكن كرة استعادها أيضا لاعب المنتخب الأردني هو نعمات بيلعب كرة في الخلف تصل إلى لاعب يزن العرب هو مهند خير الله بتصل إلى ياسين لبخيت في جهة اليسار ياسين لبخيت لاعب سريع وكرة لعبة لا توغل الله اللعبة كانت رائعة جدا من جانب محمد الدميري الظهير الأيسر يعطي قوة هجومية ويعطي أفضلية هجومية مع ياسين بخيت الآن في الجهة اليسرى تصبح قوة ضاربة وسرعة قوية للمنتخب الأردني في الجهة اليسرى بوضعية أفضل يبدأ شوط المباراة الثاني المنتخب الأردني أداء أسرع من شوط المباراة النسخ نقل الكرة ومحاولاته أسرع عما كانت عليه في شوط المباراة الأول لذلك الآن هو متقدم في هذه المباراة بهدفين لا شيء المنتخب النيبال الأردن هدفين وكرة اللعبة لعبة ركنية عرضية ومحاولة لا زالت موجودة ولكن تغطية وتصل الآن الدميري محمد الدميري يحاول يحافظ على كورته يلعب كرة في الخلف لإبراهيم سعادة أو لروابدة
نور الروابدة وكرة اللعبة الآن مقطوعة تصل إلى بافيصل بافيصل الهداف اليوم وبالتالي ما أكملت هذه الثنائية راحت وضاعت على المنتخب الأردني في اللعبة الماضية هنا ضغط وهنا محاولة والإباد والتدخل من جانب أيضا اللاعب نور الروابدة في الكرة الماضية الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس تلعب كرة في الخلف بيشيل على طول أناتا عادت لي سومان لاما بيلعبها إلى دينيش يلعب لها كرة لك مقطوعة على طول من جانب المنتخب الأردني تصل إلى ياسين خيت كرة في نص الملعب الآن في السبع دقائق مستمعينا الكرام متابعينا مشاهدينا الأعزاء في الكويت الرياضية لأحداث هذا اللقاء الشوط الثاني المتقدم في المنتخب الأردني الذي تسيد المباراة وتسيد الأجواء وتسيد اللعب والخطورة وبالتالي هذه لعبة عرضية ولكن ناحية أحمد سمير ما أكملت كرة ياسين البخيت الثنائي الذي